الفنان هشام سليم ما سابش بس أعمال فنية في سيرته الذاتية، ده كمان ساب مواقف إنسانية مع زملائه الفنانين مش هتصدق عمل معهم إيه. تعالوا نشوف مع بعض إيه الموقف الإنساني مع فنانة راحلة سبقته شريهان في عمله، بس هو حقق ليها أمنية غالية جدا. يا ترى مين الفنانة دي وإيه حكاية الموقف ده، وكمان إيه حكاية كلمة تنتن اللي قالها قبل رحيله؟ أنا ماريا مجدي ويلا بينا نعرف. رحل الفنان هشام سليم عن عالمنا، بس فضلت أعماله الفنية ومواقفه الإنسانية اللي مطلعش وحكى عنها في البرامج زي ما بيحصل دلوقتي من بعض الفنانين لمجرد بس إن هما يتصدروا الترند. خلال الساعات اللي فاتت اتصدر كلام الفنانة نشوى مصطفى كل صفحات السوشيال ميديا بعد ما حكت عن موقف إنساني عرفته عن الفنان الراحل هشام سليم، فحبت إنها تكتبه على صفحتها على فيسبوك. تعالوا نشوف إيه هو الموقف الإنساني ده. كتبت نشوى مصطفى على صفحتها وقالت إنها افتكرت حاجة عن هشام سليم يمكن مش ناس كتير يعرفوها. في يوم كانت راجعة من التصوير وكان في أستاذة ممثلة كبيرة الله يرحمها اسمها سوريا إبراهيم، قالت لها يا نشوى ما عنديش عربية، ممكن توصليني في طريقك لأقرب مكان وانزل بعد كده اخد تاكسي؟ فقالت لها تاكسي ازاي، انا هوصل حضرتك لباب البيت. وقالت واحنا ماشيين قالت لها عارفة الشقة اللي هتوصليني ليها دي مين اللي جايبها لي؟ قالت لها مين؟ قالت لها شريهان. وحكت لها سوريا إبراهيم انها كانت بتشتغل مع شريهان في مسرحية شارع محمد علي، وكانت كل يوم بتيجي من طنطا للقاهرة وترجع تاني لأن بيتها كان هناك. ولما شريهان عرفت قالت لها شوفي الشقة اللي تحبيها وأنا هشتريها لك، ولما اشتريتها كنت فرحانة جدا. وكملت لما هشام عرف بارك لها وقال لها فرشتيها ولا لسه؟ قالت له فرشتها، قال لها أنا كان نفسي أفرشها لك. بعد كده قالت له هي بتهزر، طب ما تعمل لي حاجة تانية؟ قال لها تحت أمرك. قالت له أنا نفسي أحج. تاني يوم لقت شركة السياحة بتكلمها وبلغتها إن هشام دفع كامل التكلفة وكانت 50,000 جنيه، وهي رايحة إداها كمان مصروف للرحلة وقال لها دعيلي. ده كان الموقف الإنساني اللي حكت عنه نشوى مصطفى بخصوص الفنان هشام سليم، واتكلمت عن إزاي الفنان حقق للفنانة الراحلة أمنيتها في زيارة الكعبة، وأكيد في غيره وغيره من المواقف الإنسانية للراحل الفنان هشام سليم اللي مش كل الناس تعرف عنها حاجة. ويقال كمان ان الفنان الراحل هشام سليم كان عارف ميعاد رحيله، وده اللي كشفت عنه الفنانة نهال عنبر اللي قالت ان هشام سليم قال لأخوه خالد وللفنانة يسرى انه هيمشي يوم 22 سبتمبر، وكمان قال لهم كلمة غريبة جدا، قال لهم همشي تنتن. وقتها محدش كان فاهم هو بيقول ايه ولا يقصد ايه بالكلام ده، بس بعد رحيله أكدوا أن الفنان هشام سليم كان يقصد أنه هيرحل يوم 22 سبتمبر، وحصل بالفعل. بس الغريب كان في كلمة تن تن، وكان بيقصد بيها أنه هيرحل الساعة 10 إلا 10. طبعا سبحان الله للدرجات دي كان الفنان عارف وحاسس ميعاد رحيله إمتى. وكمان قالت الفنانة نهال عنبر أنه كان شخص محترم وراقي وحزن عليه الجميع. ويوم الجنازة كانت كل حاجة سهلة، وحضر عدد كبير من الفنانين الجنازة، والدفن كان خفيف في حياته وحتى يوم رحيله. وفي النهاية بندعو للفنان هشام سليم بالرحمة والمغفرة، وبننتظر منكم كومنتاتكم على موضوع ان الفنان هشام سليم كان عارف بيوم وساعة رحيله قبل ايام من رحيله عن عالمنا تفسيره ايه. الله يرحمه.